بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بجميع الضيوف الكرام، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي باسم شعب العراق الترحيب بكم في بغداد السلام والتاريخ والمستقبل، ومقدر لكم هذه المشاركة العزيزة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وهي المشاركة التي ينظر لها شعبنا في العراق بأنها رسالة دعم وتضامن من قبل أشقائه وجيرانه وشركائه. يعقد هذا المؤتمر في ظرف حساس وفي ظرف تاريخي يمثل زخماً جديداً لمساعي العراق بتوطيد علاقاته الخارجية على أساس التعاون والتضامن والتفاهم المشترك والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة. واجه العراق خلال المرحلة السابقة تحديات كبيرة في مستويات مختلفة، ولكنه قطع خطوات واسعة لتجاوز تلك التحديات بإرادة شعبنا وإصراره على العمل والحياة من أجل المستقبل، من أجل مستقبل يليق به وبمساعدة كل إخوانه وجيرانه. إن انعقاد هذا المؤتمر في بغداد يجسد رؤية العراق بضرورة إقامة أفضل علاقات مع دول العالم مبنية على أسس التعاون والتكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتغليب لغة الحوار والشراكات والاحترام المتبادل. تعهدنا أمام شعبنا في مثل هذه الأيام من العام الماضي مع استلام هذه الحكومة المسؤولية أن يستعيد العراق دوره الريادي، دوره الريادي الطبيعي في المنطقة من خلال استلهام مبادئ الأمن والسلم والتعاون والرغبة في تعزيز المشتركات. لقد توصلنا بعد سنوات طويلة من الصراعات والتحديات إلى أن دور العراق التاريخي يكمن في أن يكون أحد ركائز الاستقرار في المنطقة، ووضعنا أساساً صلباً لتعريف هذا الدور. يبدأ من رفض استخدام الأراضي العراقية كساحة للصراعات الإقليمية والدولية، ورفض أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه من أي جهة كانت، وأن ذلك يمثل قاعدة لمرحلة إعادة إعمار ما دمرته الحروب في العراق. نفترض أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، ونطمح إلى قطع أشواط أكبر على مستوى إعادة إعمار عراقنا، خصوصاً بنها التحتية التي تعرضت إلى أضرار كبيرة منذ عقود بسبب الحروب العبثية والإدارة الخاطئة والإرهاب والسلاح المنفلت. ونطمح بالتعاون والدعم من كل الأصدقاء ومن كل الجيران بوضع مدن العراق على خارطة التحديث والاستثمار والتنمية المستدامة وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد. شعب العراق طواق، شعب العراق طواق الآن يرى حركة البناء في أقصى نشاطها. فتحنا الباب لاستقبال الشركات الاستثمارية مع جيراننا وأصدقائنا في كل العالم، ولمسنا حماسة كبيرة على مستوى رغبة الجميع في دعم هذا الاتجاه. ونعترف في العراق ونعترف أن هناك بعض التحديات في مجال تسهيل الاستثمارات، ولكننا نعمل من خلال الإجراءات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية لتجاوز هذا التحدي. نأمل من خلال هذا المؤتمر واللقاءات الثنائية والجماعية أن نحقق الشراكات الاقتصادية الكبرى للإعمار والبناء، ليكون العراق مساهماً قوياً في إنماء المنطقة من خلال التكامل الاقتصادي المستند المشتركات التاريخية والجغرافية والثقافية. انتصر شعب العراق على أعتى التنظيمات الإرهابية الظلامية في العصر، تنظيم داعش، خوارج العصر، وكان هذا الانتصار بمساعدة وتضامن الأشقاء والجيران والمجتمع الدولي، فشكراً للجميع. نعتبر القضاء على هذا التنظيم
تنظيم داعش وانتصار لشعوب المنطقة والإنسانية جمعاء، لأن الإرهاب والتطرف بكل أشكاله يمثل خطراً مشتركاً على الجميع، ولأن العراقيين خاضوا حربهم العادلة ضد الإرهاب بالنيابة عن كل عالم ودفاعاً عن المعاني الإنسانية جمعاء. نعم، ما زال الإرهاب يحاول أن يجد له موضع قدم، ولكننا نقضي باستمرار على تلك كل المحاولات البائسة بإرادة شعبنا المحب للسلام والحياة والرافض لكل أشكال التطرف والعنف، وبجاهزية قوات المسلحة بكل صنوفها. إن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئات التي تسمح بنمو هذه الجماعات، وتلك المهمة تتجاوز العامل العسكري إلى ثقافة الحوار والتسامح والتنمية الاقتصادية والبشرية. وكان لقاء سماحة المرجع الديني السيد علي السيستاني المشهود له بالمواقف الإنسانية والوطنية الكبيرة مع سماحة الحبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس يمثل نقلة نوعية في أسس التسامح والأخوة الإنسانية. كنت قبل أيام في مدينة سنجار عزيزة في محافظة نينوى للعمل على عدد المتبقي من النازحين منها، بعد أن قطعنا شواطئ كبيرة في إعادة غالبية النازحين إلى مدنهم التي دمرها الإرهاب خلال احتلال تنظيم داعش لها. ونسعى الآن إلى تفعيل المشاريع الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية في كل مدن العراق، رغم كل التحديات التي ننظر إليها بمسؤولية الحاكم، تحقيقاً لطلعات شعبنا ومطالبه المشروعة بالإصلاح على كل الأصعدة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ينظم العراق في 10 من تشرين/1 أكتوبر المقبل انتخابات نيابية مبكرة تحدد المسارات المقبلة، وقد طلبنا من المجتمع الدولي دعم هذه الانتخابات من خلال فرق المراقبة، وكانت الاستجابات إيجابية من المنظمات الأممية والإقليمية والدولية ومن الأمم المتحدة، التي نتقدم لها بالشكر والتقدير على هذه المواقف. إن شعب العراق احتكم المسار الديمقراطي لتحديد خياراته، وأن هذا المسار يتطور عبر التجارب ويتم معالجة بعض النواقص فيه، فلا عودة إلى الماضي ولا عودة إلى المسارات الغير الديمقراطية ولا عودة إلى العلاقات المتوترة والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء. نعتقد أن هذه اللحظة التاريخية مناسبة للقول بأن ما يجمعنا كدول وشعوب منطقتنا من مشتركات أكبر بكثير مما يفرقها، وأن لغة النوايا الحسنة وبناء الثقة وفتح أبواب التعاون والشراكة هي الرافعات الأساسية للأمن والسلم لمنطقتنا، وبالتالي الأمن والسلم الدولي. أجد الشكر لكم جميعاً لحضوركم هذا المؤتمر في بغداد السلام والعروبة والتاريخ والثقافة، وأشكر الجهود التي بذلتها الجمهورية الفرنسية والرئيس الفرنسي الصديق ماكرون لحضور هذا المؤتمر والتنسيق له. أتمنى أن يكون هذا اللقاء محطة جديدة على طريق تحقيقات تطلعات الشعب العراقي وشعوب منطقتنا، والمضي معاً إلى مستقبل يليق بتاريخنا ومشتركاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres. Merci beaucoup d'être là. رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن
أعود إلى بغداد بعد أقل من عام مضى على إثر زيارتي السابقة في سبتمبر أيلول الماضي لأشارك بهذا المؤتمر. دولة رئيس الوزراء إن مشروع عقد اجتماع للدول المجاورة للعراق والذي لكم والتي لكم معها علاقات وثيقة هو مشروع أساسي كنتم تحرصون عليه منذ البداية، وهذا أصبح اليوم أمرا واقعا، وبحد ذاته هذا نبأ جيد جدا ونصر للشعب العراقي. كنا تكلمنا معا عن هذا الموضوع وكذلك مع الرئيس برهم صالح، وأود أن أحييه وأشكره على جهوده خلال زيارتي العام الماضي وفي الشهور التي سبقت، وتجمعنا هذه الإدارة في إمساك بزمام المبادرة ودفعها إلى الأمام. واجتماعنا اليوم هو الدليل على أن الجهود المبذولة بشكل قائم على المثابرة تجعل كل ما يبدو مستحيلا ممكنا. أود أن أحيي رؤساء الدول والحكومات الذين تحملوا مشقة العناء والسفر وجاءوا إلى بغداد، وكذلك الوزراء وأمناء العامين للمنظمات الدولية والإقليمية. هم يلزمون دولهم في ظروف نعرفها جيدا جدا ونعرف الصعوبات الحالية، ويمكنني أن أقول أنه نظرا للظروف الجيوسياسية الجديدة على الصعيد الدولي والإقليمي، فإن مؤتمر اليوم يكتسي طبعا خاصا. هذا المؤتمر يبين أن إرادة التعاون وبناء الشراكات بما في ذلك إذا كان هناك سوء فهم أو خلافات، هذا يبقى أهم شيء من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة الأساسية من العالم. نحن هنا قبل كل شيء من أجل العراق وأمنه وسيادته وتنميته ورخاء وتطور الشعب العراقي. ذكرتم بذلك دولة رئيس الوزراء، الشعب العراقي قد عانى الكثير من المعاناة بسبب الحروب والأزمات وتقلبات التاريخ التي شهدتها هذه البلاد، وبالتالي نحن مدينون لهذا الشعب. العراق اليوم يعود ويمسك بمصيره ويتوجه نحو الاستقرار والتنمية، والهدف الأول من هذا المؤتمر هو مواكبة العراق على هذا الدرب. أولا عن طريق إعادة التأكيد على عزمنا وتصميمنا على مكافحة الإرهاب ومن أجل أمن بلادكم، ولهذا السبب تبقى فرنسا ملتزمة بالكامل ميدانيا إلى جانب القوات العراقية في مهمتها القتالية وكذلك في مهام التكوين والتدريب. والحرب على الإرهاب هي الحرب التي نخوضها منذ عدة سنوات في إطار التحالف الدولي إلى جانب حكومتكم وقواتكم المسلحة، وأود أن أقول لكم أنه أن فرنسا سوف تبقى ملتزمة إلى جانبكم لمكافحة الإرهاب طالما رأيتم أن هذا مفيد وأن هذا ضروري، وطبعا القرار النهائي هو قراركم. مكافحة الإرهاب يعني أيضا عودة الاستقرار الكامل في المناطق التي تم استعادتها من داعش. سنجار هذه المنطقة التي عانت كثيرا، وتكلمتم عن زيارتكم إلى سنجار مؤخرا، وأفكر على وجه الخصوص بالأيزيديين، ولا يزال هناك 200,000 منهم من النازحين، ونحن عملنا مع نادية مراد ونقدر التزامها من أجل السلام. نحن نأسف للوضع الحالي للأيزيديين ونأمل أن التعاون الذي يتبلور حول هذا المؤتمر سوف يسمح بتحسين الأوضاع ميدانيا. وطبعا لا أنسى المقاتلين والمقاتلات العراقيين والعراقيات الذين ساهموا وشاركوا في هذه المعركة ضد داعش، ضد إرهاب داعش، شجاعة كبيرة جدا. التحالف الدولي كما القوات الفرنسية كانت موجودة هنا فقط لأن العراقيين والعراقيات قاتلوا قبل كل شيء، وأود أن أشيد بهم. نحن هنا أيضا لمواكبة تعزيز سيادة العراق من أجل ضمان أمن هذا البلد بشكل مستدام. هذه السيادة العراقية وحدها كفيلة بأن تسمح للشعب العراقي على تنوعه بأن يلتقي ويبني مصيره معا، وأن يستخلص العبر والدروس من التجارب الماضية، وأن يبلور نظامه الديمقراطي. وهذه هي سمة العراق الجديد أيا كانت الصعوبات. وأعتقد أن عملنا الجماعي يتمثل في أن نقدم الأجوبة على الصعيد الأمني لكل الدول المجاورة التي تواجه بدورها التهديد الإرهابي، وأن نسمح لعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار أن يوفر الأمن على أرضه بنفسه. والانتخابات القادمة سوف تكون مرحلة جديدة. الاتحاد الأوروبي
الأوروبي والأمم المتحدة سوف ترسل بعثات من المراقبين وفرنسا سوف تكون موجودة لأن نجاح الانتخابات المقبلة هو في مصلحة الجميع وأود أن أقول لكم أننا معجبين بقدرتكم على احترام الجدول الزمني الذي حددتموه لانتخابات 10 أكتوبر تشرين الأول ونحن نعرف أن هذا تحدي بحد ذاته وهذا نصر حقا للدولة العراقية وللحكومة العراقية اليوم نحن هنا وسنبقى لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية والتي ينتظرها الشعب العراقي وخاصة الشباب الذي يجب أن يكون في صميم اهتماماتنا اليوم والذي يتطلع للعيش بسلام والإبداع والخلق والتعلم أكثر من 500 ألف شاب وشابة يصلون إلى سوق العمل سنويا بالتالي يجب إيجاد الظروف التي تسمح بالاستجابة لاحتياجاتهم لنتأكد أن هؤلاء الشباب لن ينجروا نحو مشاريع قاتلة وأيضا لتوحيد الأوضاع في الأقاليم في المحافظات العراقية وبالتالي فرنسا إلى جانبكم للالتزام في عدد من المشاريع في البنى التحتية والتعليم والتدريب والصحة والطاقة والمياه إن شعب العراق كما شعوب المنطقة يواجه أيضا وكما نحن جميعا يواجه أيضا انعكاسات التغيرات المناخية وضرورة الانتقال إلى اقتصاد مقتصد في استخدام في إصدار الكربون وعن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة وأجندة التحولات هي في صميم ما نحن مدينون به للعراق وفي صميم الأجندة الإقليمية ونحن سوف نضمن استقرار البلاد إذا ما ضمننا الحقوق والقوانين وبكلمات بسيطة لا تدخل ولا إهمال بل دعم واضح للشعب العراقي وإن نجاح الشعب العراقي سوف يكون نجاحا لكل الشركاء الموجودين هنا الملاحظة الكبرى الثانية دولة رئيس الوزراء أصدقائي الأعزاء الهدف من هذا المؤتمر هو تعزيز استقرار وسيادة العراق عن طريق العمل من أجل استقرار و سيادة المنطقة العراق يجب أن يتمكن من أن يلعب دوره كاملا بالاستناد إلى خبرته من أجل الحفاظ على السلام إن بلدكم هو على ملتقى كثير من الحضارات والثقافات وهو أيضا بلد يمكن أن يبني الجسور وهذا ما تفعلونه اليوم دولة رئيس الوزراء هذا المؤتمر الهام هو بمثابة جسر تبنوه كل المنطقة تواجه نفس التحديات مكافحة ضد حرب ضد الإرهاب الذي يضرب كل بلداننا تحدي الاستقرار لأن مكافحة الإرهاب أحيانا يولد بعض التوترات بين دول المنطقة والصعوبات المرتبطة بالاحتكاكات العرقية الدينية الثقافية وأيضا طبعا التحدي الاقتصادي نظرا للتطور الديموغرافي الذي يعني أن الدولة عليها أن تقدم جوابا اقتصاديا وكل الدول واجهت أيضا أزمة الهجرة والكثير منكم واجه تنقل مجموعات كبرى من السكان وهنا أرى أن عددا من أصدقائنا الأردن تركيا وأيضا إيران لأذكر بعض هذه الدول كلها تعرضت لضغوط بفعل الهجرة أو النزوح واللاجئين بسبب الأزمة السورية والفلسطينية إلى آخره وأيضا التغيرات المناخية هذا يعني ضرورة دعم هذه المنطقة لأن التغيرات المناخية أدت الآن إلى انتقال ملايين من الناس من مساكنهم الأصلية إلى مناطق أخرى كل هذا يحتاج إلى تنسيق لكل هذه الأسباب أنا مقتنع بأن المنطقة بحاجة إلى تنسيق جهودها ونحن بحاجة لمنتديات يتكلم فيها الكل مع الكل رغم الخلافات الموجودة هذا ما علينا أن نفعله معا للاستجابة لهذه التحديات بالعمل معا بشكل واضح لمحاربة الإرهاب وأريد أن أكرر هنا إضافة إلى ما قلته للسلطات العراقية أن فرنسا سوف تبقى ملتزمة إلى جانب كل دول المنطقة التي ترغب في ذلك والتي تطلب منا ذلك في مكافحة الإرهاب كل من يقاتل الإرهاب هم أشقاؤنا وشقيقاتنا في السلاح بدون أي لبس الإرهاب لا يزال موجودا في منطقة العراق وسوريا ويجب أن نبقى هنا لمكافحته ولكننا وهذا هو الخط وهذه هي سياسة فرنسا نحن نفعل وسنفعل ذلك دوما في احترام سيادة الدول مجموعة المنظمات الإرهابية لا تبرر لا التدخل المباشر ولا عنف مجموعات تأتي من
من أماكن أخرى. هذا واجبنا جميعا، وهذا هو الخط الذي ستسير عليه فرنسا في احترام سيادة الكل. وإذا عرفنا كيف ننفذ هذه المطالب الأساسية، إنما سيسمح ذلك بتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة. هذا المؤتمر يبين أن هناك درب لمشاريع مشتركة وتعاون وتفاوض ونقاش في المنطقة، مكافحة الإرهاب، الأمن، الجوانب الاقتصادية. وأود أن أقول لكم أن هذا المؤتمر برأيي يجب أن يسمح لنا بأن نحدد ما هي المشاريع الكبرى: البناء التحتية، التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، التي تكتسي طبعا أساسيا لكل المنطقة. وفرنسا مستعدة للالتزام إلى جانبكم من ناحية التمويل، وسنساهم كذلك في إقناع المجتمع الدولي بالتمويل أيضا والالتزام لتنفيذ هذه المشاريع، لأنها هي التي سوف تسمح بتحقيق الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسوف تعطي فرص العمل وتفتح الأبواب أمام شباب دولكم. وربما أنتم تطرحون سؤال: لماذا فرنسا موجودة هنا اليوم؟ أولا، هذا شرف عظيم جدا أعطيتموه لبلادي أننا اليوم إلى جانبكم في هذا المؤتمر. ثانيا، لأنكم كما ترون أن هذا المؤتمر هو ثمرة محادثات والتزام لنا إلى جانب العراق، وقناعة مشتركة مع دولة رئيس الوزراء وسيادة الرئيس. أضيف إلى ذلك أن فرنسا كانت وستبقى شريكا ذو مصداقية وموثوقا لكل واحد منكم، وكذلك شريك ملتزم. نحن نريد بناء دروب جديدة للتعاون في منطقة عانت من أزمات كثيرة وتتركز فيها صعوبات من أقصى الصعوبات التي يواجهها عالمنا اليوم. أنا أعتبر أن واجبنا اليوم هو أن نكون إلى جانبكم وأن نبني هذه الثقة والتعاون والشراكة من أجل شباب المنطقة، لأني مقتنع بأن هذا أساسي لبلدانكم، ولكن أيضا لأوروبا وللعالم. إذا فوتنا علينا هذه الفرصة اليوم، فإن البؤس لن يتركز في منطقتكم، ولكنه سوف يضرب مناطق أخرى، لأن واجبنا هو أن نعطي الشباب مستقبل، أن نفتح لها أبواب المستقبل. لأن أعرف أن التحديات تتركز هنا في هذه المنطقة. دولة رئيس الوزراء، أيها الأصدقاء الأعزاء، أمام كل هذه الصراعات والأزمات والنزاعات وإعادة الهيكلة التي تشهدها المنطقة، أود أن يسمح لنا هذا المؤتمر ببناء أسلوب عمل جديد. وأريد أن يكون هذا المؤتمر مرحلة، وأن نتمكن من تحقيق متابعة حقيقية. وبهذا الشكل وهذه المشاركة، آمل أن نتمكن من وضع آليات للمتابعة، أولا للتأكد من احترام الالتزامات، وثانيا لمواصلة إجراءات الثقة التي سوف نبدأها اليوم في مجال مكافحة الإرهاب ولمصلحة كل دولة من الدول حول الطاولة. القدرة على تخفيف حدة التوتر عندما تتوتر الأوضاع، وأيضا لإطلاق مشاريع كبرى تربوية، اجتماعية واقتصادية. وأود أن نلتقي ربما بعد سنة بنفس هذه التشكيلة لكي نرى ماذا حققناها. دولة رئيس الوزراء، أصدقائي الأعزاء، هذا ما أردت أن أقوله لكم اليوم، أننا نقف إلى جانب العراق والشعب العراقي، وإلى جانب كل دولة من الدول الحاضرة حول هذه الطاولة. وأود أن أشكر الجميع على حضورهم والتزامهم من أجل مستقبل هذه المنطقة. شكرا فخامة الرئيس ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية على هذه المداخلة اللي واضحة الدعم للعراق ولشعب العراق. الآن الكلمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. سيادة الأخ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصحاب الفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فيسرني في البداية أن أتقدم من أخي العزيز مصطفى الكاظمي والإخوة في جمهورية العراق الشقيق بجزيل الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ولجهود صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد هذا المؤتمر.
ولا بد لي أن أعرب عن مدى سعادتي بوجودي اليوم في وللمرة الثانية خلال شهرين على أرض العراق الشقيق، أرض الحضارات. الإخوة الأعزاء، إن اجتماعنا في هذا المؤتمر اليوم دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي من خلال تبني سياسة التوازن والانفتاح المبنية على القواسم المشتركة. كما أن لقائنا اليوم يعكس حرصنا جميعاً على دعم سيادة القانون ووحدة أراضيه ودعم الشعب العراقي العزيز في مسيرته نحو المزيد من التقدم والتنمية والازدهار. منذ أعوام والعراق بجميع أطرافه ومكوناته يعمل بجد من أجل ترسيخ دولة الدستور والقانون والمؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وتحقيق آمال شعبه وتطلعاته. ولذلك فإن دعم العراق في هذه الجهود هو أولوية لنا جميعا، وهنا نعرب عن شكرنا ودعمنا لجهود الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مساعيها في إعادة الإعمار وتعزيز وحدة واستقرار العراق الشقيق. ولا بد من التأكيد على أن أمن واستقرار العراق هو من أمننا واستقرارنا جميعا وازدهاره من ازدهارنا. فالعراق القوي يشكل ركيزة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وإيجاد بيئة إيجابية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة. أيها الإخوة، يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت دقيق يشهد فيه العالم الكثير من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والتي سلطت الضوء على طبيعة الأزمات والتحديات العابرة للحدود، مثل نقص الأمن الغذائي وتبعات وباء كورونا، والتي لا يمكن تجاوزها دون إيجاد أرضية مشتركة تقرب وجهات النظر وتؤسس لحوار جاد وتعزز سبل التعاون والشراكة لمواجهتها، وحتى نعمل على تعزيز التعاون بيننا إقليمياً ودولياً لابد من فتح الباب أمام تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري على أرضية من التعاون والتشاركية لتحقيق المصلحة الفضلة للجميع. وختاماً، نجدد الشكر للحكومة العراقية ولأخي العزيز مصطفى الكاظمي على جهودهم لتحقيق المزيد من التعاون والتشجيع على الحوار الذي يخدم مصالح شعوبنا والمنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. والآن الكلمة لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق على عقد هذا المؤتمر الهام. إننا نثمن الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في إرساء الأمن والاستقرار في العراق
ومواصلة بناء مؤسسات الدولة وتكريس استقرار العراق وترسيخ سيادته الوطنية. تمر منطقتنا بتحديات وأزمات معروفة لكم، وبعض بؤر التوتر فيها تشكل تهديداً ليس فقط لشعوب المنطقة بل أيضاً للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يستدعي معالجة جذور القضايا التي أفضت لبروز هذه الأزمات المتتالية. وفي هذا الصدد نؤكد على أن وحدة العراق وطناً وشعباً وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية بما في ذلك وحدة السلاح الشرعي في ظل سيادة الدولة هي من أهم الخطوات في هذا الاتجاه. السيدات والسادة، إننا في دولة قطر نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على دعمه لاستعادة دوره ومكانته التي يستحقها على المستويين الإقليمي والدولي. كما نؤمن أن أمن العراق واستقراره هو من أمن واستقرار بقية دول المنطقة، ونؤكد بأننا سنواصل دعمنا للشعب العراقي الشقيق ومساندته في تحقيق تطلعاته في السلام والأمان والتنمية. العراق بلد غني بموارده البشرية والطبيعية، ولكن ما مر به من حروب وما تعرض له من إرهاب وآفات أخرى عديدة اجتماعية وسياسية حالت بينه وبين استثمار مقدراته الحقيقية، وهذا وضع مؤقت بالتأكيد. فنحن واثقون أن العراق يعيد اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي المنتمي لوطنه وشعبه. ونحن ندعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لهذا البلد ليتمكن من استكمال إعادة بناء المؤسسات المدنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المنشودة للشعب العراقي الشقيق بعد طول المعاناة. وختاماً، أجدد التأكيد على أن دولة قطر لن تألو جهداً في الوقوف بجانب العراق الشقيق وتقديم الدعم للأشقاء العراقيين ومساندتهم في جهودهم لتحقيق النهضة الشاملة في بلدهم، راجياً أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق بيئة إقليمية مساندة لهذه الأهداف المنشودة والغايات النبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. شكراً لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. والآن الكلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى القازمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، يشرفني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمبادرته بالدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم، وإنه لمن دواعي سروري أن أتواجد اليوم مجدداً في العراق بلاد الرافدين، إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي يجسد المستوى غير المسبوق لعلاقات الشراكة مع أشقائنا العراقيين، والرغبة الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة، سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي المصري العراقي الأردني أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معاً من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، استناداً إلى علاقات وروابط قوية وممتدة وقائمة على مبادئ راسخة لا نحيد عنها لتحقيق المصالح المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لقد واجه العراق إلى جانب دول وشعوب عربية أخرى على مدى السنوات الماضية
التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة لشعب شقيق وارتدت بتداعياتها على شعوب الجوار. في سياق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وذلك في وقت يواجه عالمنا تحديات ذات طابع عالمي تعني بها شعوب البشرية جمعاء، وتتضاءل أمام خطورتها الصراعات الدولية أو العرقية أو المذهبية التي تعرفها منطقتنا العربية. فحين نرى ما يلحقه فيروس كورونا أو تغير المناخ بالعالم من أهوال، وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة، فإن علينا أن نتوحد في مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب من شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا. ولقد باتت شعوب العالم من حولنا تدرس عن قرب تلك التحديات العالمية، وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول لها على أسس علمية. ويصح في هذا السياق أن يكون لنا إسهامنا الواضح في تقدم البشرية نحو تعزيز قدراتها على مجابهة الواقع، وهو ما نؤمن في مصر أنه لا خلاص لنا من دونه، وأنني أرى لدى الأشقاء في العراق ذات العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معهم تحقيقاً للأهداف السامية والتطلعات الإنسانية الجامعة. السادة الحضور، تنظر مصر بتقدير بالغ إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطني. وإن تناول ما تحقق من إنجازات لا يكتمل دون التطرق إلى جهود تحقيق الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات وبمختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعتنا للجهود الدؤوبة في الإعداد المتأني والدقيق لها. كما نتمنى أيضاً للدولة العراقية، بل ونثق في نجاحها الكامل في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقه. من هذا المنطلق تستمر مصر في مساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي، وإيماناً من جانبنا بحتمية التعاون والتكاتف بين الأشقاء ومنافعه المتعددة. فقد جاءت آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لتترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث إلى واقع ملموس، من حيث تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك وتعظيم التشابك بين مصالح شعوبنا. من خلال مسارات عملية ومدروسة للتعاون يشعر بها المواطن العراقي وأشقائه الأردنيون والمصريون، ونأمل أن يتسع ذلك حين تتوفر الظروف الملائمة إلى سائر الشعوب العربية وشعوب المنطقة كافة. وأجدد التأكيد في هذه المناسبة على التزامنا المضي قدماً بكل دأب نحو تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها في إطار الآلية بما يحقق التنمية المأمولة لدولنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن مصر تقف سنداً ودعماً لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاطلاع بمهامها في صون أمن واستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه، كما ترفض مصر كافة التدخلات الخارجية
في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو مختلف القوى لاحترام سيادة هذا البلد العريق وخيارة شعبي وخيارات شعبي. فللجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربياً وإقليمياً. من هنا يأتي اجتماعنا اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية، والتي لا خلاف عليها، وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو البدية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى. ويمثل هذا اللقاء فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور واستكشاف آفاق التنسيق بيننا في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون بشكل بناء لمواجهة أزمات اليوم من منظور الواقع الذي نعيشه، وليس اتباعاً لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولي ولا تحترم إرادة الشعوب وخياراتها السياسية وحقها في تقرير مصيرها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أجدد الشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على عقد هذا المؤتمر، كما أود أن أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق فأقول: إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلاً واعداً بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل. وأؤكد لكم أن في مصر إخوة حريصين على نهضتكم، مرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم في مجالات مختلفة، إيماناً بوحدة المصير والهدف، لنسير معاً على طريق المستقبل الذي تضيئه إرادتنا وثقتنا في قدرتنا الصلبة على اجتياز الصعاب أياً كانت. دولة رئيس الوزراء، اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى الشعب العراقي العظيم. أيها الشعب العظيم، أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ، ولديكم تنوع وتعداد وتعدد أعتبره ثراءً كبيراً. حديثي إليكم اليوم، بل ندائي إليكم: حافظوا على بلادكم، ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام. الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول. أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام. أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد. شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على هذه الكلمات الطيبة تجاه أخوته أهله في العراق. والآن الكلمة لسمو الشيخ صباح خالد حمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دولة الرئيس الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي يأتي وبدون شك في وقت دقيق وهام لمنطقتنا. وأتقدم هنا بالشكر لدولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق على الدعوة لعقد مؤتمرنا هذا، ولكرم الضيافة التي لاقاها وفد دولة الكويت منذ الوصول، والتي ليست بغريبة على العراق وشعبه الأصيل الكريم. إن منطقتنا العربية والإقليم لن تنعم بالاستقرار طالما العراق الشقيق يفتقده. فالعراق مهد الحضارات، غني بموارده البشرية والطبيعية، ومتميز بموقعه الجغرافي، وأحد الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في منطقتنا. وباستقراره يستتب أمن المنطقة، وتتعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ما بين دولها. فالعراق، وعلى الرغم من المعاناة والأوضاع الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتحديات الأمنية الكبيرة التي عاش في ظلها خلال محاربته للإرهاب والتطرف، إلا أنه استطاع وبإرادة شعبه وبدعم من المجتمع الدولي تجاوزها والتقلب على الجزء الأعظم منها. والدليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم في العاصمة بغداد، والتي كان لها نصيب كبير من هجمات الجماعات الإرهابية. إن العراق الشقيق مقبل على مرحلة محورية من مسيرته السياسية، تتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2021، والتي تتطلب منا كدول منطقة ومجتمع دولي دعمه ومساندته لعقدها، ولتمكين الحكومة العراقية من تحقيق ذلك علينا ترسيخ مقومات سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تلبية لتطلعات وطموحات شعبه. الحضور الكريم، تعد دولة الكويت من أكثر دول المنطقة تلمساً وتفاعلاً للأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق الشقيق، فلذلك لم تتوانى عن الوقوف معه ومساندته في أشد الظروف والمراحل. فبمبادرة سامية من قائد العمل الإنساني أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، حشدت دولة الكويت الجهود الدولية واستضافت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من داعش في شهر فبراير من عام 2018، والذي نتج عنه تعهدات بلغت 30 مليار دولار، مما يجسد إيمان دولة الكويت والمجتمع الدولي بدعم العراق في مرحلة ما بعد تحقيق النصر على الإرهاب. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الكويتية العراقية، فهي تسير بخطى ثابتة مدفوعة بعزيمة جادة وإرادة مشتركة من قيادة البلدين نحو تعزيز أواصرها والدفع بها نحو أفق أرحب وأشمل وفي شتى المجالات. ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين لما في مصلحة وخير لشعبي البلدين. ونشيد هنا باستمرار وفاء العراق بالتزاماته الواردة في قرار مجلس الأمن 2107 الخاص بالمفقودين الكويتيين ورعاية الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني. ونشيد بتعاون العراق الشقيق، ونرحب بما تحقق حتى الآن، ونشجع على الاستمرار بتلك الجهود الحثيثة للعثور على ما تبقى من مفقودين كويتيين ورعاية دول ثالثة والبالغ عددهم 328 شخص، وأقلاق هذا الملف الإنساني والعثور كذلك على الممتلكات الكويتية وبالأخص الأرشيف الوطني نظراً لأهميته التاريخية. وأود أن أتقدم هنا بالشكر إلى الحكومة العراقية ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهم المبذولة والتي ساهمت في تحديد مصير ما تم العثور عليه من رفات إلى هذا الحين،
ونتطلع إلى انتهاء هذه المأساة الإنسانية بأقرب وقت. والشكر موصول كذلك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لدورها الهام والحيوي في متابعة ملفات المفقودين والممتلكات الكويتية وفقاً لأحكام القرار 2107، ولتسهيلها نقل جثمان عدد من الرفات إلى دولة الكويت بالتعاون مع السلطات العراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونأمل بأن يستمر التعاون وبنفس الوتيرة للانتهاء من كافة المسائل الثنائية المتبقية لتعزيز تدابير بناء الثقة والانطلاق بالعلاقات إلى أفق أوسع وأرحب بما يخدم مصالح البلدين. في الختام، نجدد التزام دولة الكويت بمساندة العراق الشقيق والوقوف إلى جانبه حتى يتجاوز الصعاب التي تعترض طريق استتباب أمنه واستقراره وتمكنه من إعادة إعمار بلاده وتحقيق التقدم والازدهار لشعبه، وتتطلع لمشاركة فعالة للقطاع الخاص الكويتي في عملية إعادة إعمار العراق وما بعدها، ولحين تبوء العراق بلاد الرافدين مكانه الطبيعي في محيطه الإقليمي والدولي بين أشقائه. أتمنى لمؤتمرنا هذا النجاح والسداد، وأن يحقق ما نصبو إليه من نتائج وتطلعات، وللعراق الشقيق الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسمو الشيخ صباح خالد أحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت. والآن كلمة للسيد مولود جاوش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم. Majesteleri, Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, değerli bakanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bağdat İş Milli ve Ortaklık Konferansı vesilesiyle dost ve kardeş Irak'ta bulunmakta memnuniyet duyuyor. Başbakan Sayın Mustafa Kazım'ya ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını getirdim. Lekum tahiyyatu Reisil Cumhuriye Siyadetel Reis Recep Tayyip Erdoğan. إن استقرار العراق أمر حيوي لتحقيق سلام دائم في منطقتنا، وبمسيرة دول الجوار العراقي التي لعبنا فيها الدور الترعي عام 2003 حددنا هدفا رئيسيا لضمان استقلال العراق وسلامة أراضيه ووحدته السياسية وسيادته. وكما كان في الماضي سنواصل تقديم جميع أنواع الدعم للعراق لأن العراق شقيقنا، ونعلم أنه إذا لم يكن العراق مستقرا فلن يتمكن جيرانه ولا منطقتنا من تحقيق الاستقرار. ولهذا السبب يجب أن لا نرى العراق كساحة للتنافس بل كبلد نتعامل معه من أجل التعاون والشراكة. المشاركون الكرام، طالب الشعب العراقي في التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت عام 2019 بالازدهار والعدالة والحكم الرشيد، والحكومة التي تشكلت بقيادة رئيس الوزراء معالي الكاظم اتخذت خطوات لتلبية هذه المطالب، والأهم من ذلك أنه طبق نهجا شاملا في الإدارة. تعتبر تركيا كل الشعب العراقي الشاب أشقاء دون أي تمييز عرقي أو طائفي، ولهذا السبب فإننا نؤيد هذا النهج الشامل لرئيس الوزراء الكاظم الذي يحتضن جميع الفئات. عانت منطقتنا وشعوبنا من انقسامات طائفية وعرقية ودينية، ولم يعد بإمكاننا تحمل هذه الانقسامات. رؤساء الوفود الأفاضل، الاستقرار الدائم يتطلب أيضا سياسة ترتكز على الخدمات والإصلاحات الاقتصادية، وتعتبر الورقة البيضاء التي تنص على برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي خطوة مهمة في هذا الصدد، وعلينا تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية اللازمة لتنمية شعوبنا. نحن مستعدون لتحقيق بعض مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في نطاق التزامنا بمؤتمر الكويت عام 2018 لإعادة إعمار العراق، وهذه المشاريع هي طبعاً فتح بوابة حدودية جديدة بين تركيا والعراق، ربط الطرق السريعة وسكك الحديدية من فيشخابور إلى بغداد، إنشاء في نفس أو تصليح وتحديث الخطوط البرية والحديدية،
الجليدية، إنشاء منطقة صناعية في الموصل المساهمة في تطوير ميناء الفاو في البصرة، وفي نفس الوقت تنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية للمياه والري وإدارة المياه. لا يمكن طبعا تحقيق التنمية الاقتصادية دون الأمن من دون شك، ولهذا السبب فإننا مستعدون للتعاون مع كل دول المنطقة. السادة الحضور الكرام، مثلما ذكرنا لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون الأمن، وبدون التنمية الاقتصادية لا نتمكن من الوصول إلى الاستقرار الدائم. الإرهاب هو أكبر تهديد للأمن في منطقتنا. علينا أن نكافح دون تنازلات إزاء المنظمات الإرهابية التي تسمم التعاون الإقليمي والسلام والاستقرار. لا يمكن أن يكون هناك مكان للإرهاب في مستقبل العراق ومنطقتنا. نعرف نحن جيدا كدولة تحارب في آن واحد منظمات إرهابية مثل داعش وPKK وواي بي جي وتنظيم جولان الإرهابي الوجه المظلم للإرهاب، كما تهدد منظمات إرهابية مثل داعش وPKK وواي بي جي الأمن الإقليمي في نفس الوقت. وأود أن أؤكد مرة أخرى بهذه المناسبة أننا لن نقبل أبدا تواجد منظمة PKK الإرهابية في العراق، وننتظر من جميع الدول الصديقة والمجاورة دعم كفاحنا ضد هذه المنظمة الإرهابية. نحن على استعداد لتقديم كل أنواع الدعم للدولة العراقية في محاربة هذا التنظيم الإرهابي الذي يشكل أيضا تهديدا لاستقرار العراق وينتهك سيادته. من أجل مكافحة المنظمات الإرهابية بنجاح، من الضروري ضمان الاستقرار السياسي. إن استكمال العملية الدستورية له أهمية كبيرة في إرساء الاستقرار السياسي. ضمانة المأسسة وبالتالي ضمان الاستمرارية في الدولة حاجة مهمة. سنواصل دعم الجهود المبذولة لتقوية المؤسسات السياسية في العراق، ونريد بشكل خاص إجراء انتخابات في 10 من تشرين الأول أكتوبر بمشاركة كبيرة وبسلام. الحضور الكرام، العراق وخاصة بغداد من أهم مراكز حضارتنا. أعظم مركز علمي في تلك الفترة مثل بيت الحكمة، شاعر تجاوز العصور مثل فضولي، ولد أول قانون مكتوب مع الزراعة المستقرة في هذه الأراضي. تاريخنا مشترك، هناك نماذج كثيرة تشير إلى أننا أمضينا قدما عندما وحدنا الصفوف وتخلفنا عن الركب عندما حدث الخلاف بيننا، وبهذا الشكل هناك أمثلة كثيرة لذلك. حان الوقت لتنحية خلافاتنا جانبا والتركيز على القواسم المشتركة بيننا. وباعتبارنا فردا من أفراد هذه المنطقة، نحن نعرف مشاكلنا بشكل أفضل ونحلها بأنفسنا. لا يمكن منع التدخلات الخارجية غير الحاسمة إلا بهذه الطريقة، ولهذا السبب أعتقد لا نفكر بأن يأتي أحد من خارج وأن يأتي لحل مشاكلنا. لماذا ننتظر من الآخرين لحل هذه المشاكل؟ فضولي طبعا يشبه الشعر الكبير في هذه الأراضي، يشبه هنا لقاء الأصدقاء بلقاء العالمين. يمكننا اتخاذ خطوة مهمة لترك إرث جميل للأجيال القادمة في تجمع الصداقة هذا. آمل أن يبث مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حياة جديدة في حوارنا الإقليمي، وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر بادرة خير للعراق ولتعاوننا الإقليمي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد وزير الخارجية الجمهورية التركية الأخ مولود جوج أغلو. والآن كلمة لسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي على دعوة المملكة إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وأن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وتمنياتهما الصادقة لنجاح هذا الاجتماع، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات تستوجب علينا جميعاً رفع مستوى التنسيق
من أجل مواجهتها وبلوغ تطلعات شعوبنا في تحقيق الأمن والرخاء. فالروابط التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق تاريخية، نابعة من الإخوة العربية والإسلامية ومبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة. يسرني أن أكون بينكم اليوم على أرض العراق الشقيق، أرض الحضارة والعلم والمعرفة، ولا أخفي سعادتي بما أشهده اليوم من تطور ملحوظ على جميع المستويات، وجاء ذلك إثر عمل جاد وصادق من الحكومة العراقية ومن كل مواطن عراقي مخلص لهذا البلد العظيم. إن القيادة في المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة والمستويات، وها نحن هنا اليوم لنؤكد أننا مستمرون في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره ويحفظ مؤسساته ومكتسباته، ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي. وفي هذا الصدد أود الإشادة بمنجزات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وما أسفرت عنه دورته الرابعة هذا العام، وتأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليار دولار إسهاماً من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي، ودعم جهود إعداد العمار، وقت افتتاح معبر عرعر الحدودي بين المملكة والعراق بمساحة تفوق 1.5 مليون متر مربع ليكرس لشراكة وثيقة وبناءة، إذ سيشكل المعبر في المستقبل عصباً للتجارة البينية ورافداً اقتصادياً ومنطقة لوجستية ذات أهمية للبلدين. حضور الكريم، تؤكد المملكة على التزامها المستمر بدعم أمن واستقرار وتنمية العراق، إذ أن ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة يستلزم عراقاً آمناً مستقراً ذا سيادة مرتبطاً بعلاقات وثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي. لذا فإن المملكة تدعم حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه، وتأمل المملكة أن تستمر مسيرة النجاح للحكومة العراقية في السعي نحو استقرار وازدهار جمهورية العراق وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي، كما تدعم المملكة تضافر كافة الجهود الدولية لتحقيق ذلك. ومن منطلق التزام المملكة ومبدأه الراسخ في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه وحيث وجد، تستمر المملكة بالتعاون والتنسيق مع العراق والدول الشريكة في المنطقة لمواجهة خطط التطرف والإرهاب اللذان يهددان دول المنطقة والعالم، وتدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، كما تثمن المملكة جهود الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت بأيدي الميليشيات المسلحة. الحضور الكريم، إن من أهم أهداف السياسة الخارجية للمملكة المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار إقليمياً وعالمياً، والسعي لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي نطمح من خلالها أن يكون اقتصادنا رائداً ومجتمعنا متفاعلاً مع جميع مجتمعات العالم ومساهماً في نهضة البشرية وحضارتها، حيث إن عوائد تحقيق رؤيتنا سوف تنعكس إيجاباً على التنمية والازدهار ورفاهية الشعوب المنطقة. وإدراكاً منا لأهمية الشراكة الاقتصادية في المنطقة، فقد أعلنت المملكة عن عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية مع العديد من الدول، ولتحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة لا بد من الالتفات إلى التحديات البيئية. وفي هذا السياق، فقد أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد عن مبادرته السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ونتطلع للعمل عن كثب مع شركائنا في العراق ودول المنطقة لإنجاح هذه المبادرات. الحضور الكريم، إن دبلوماسيتنا تدعم بشكل فعال السلم والحد من النزاعات، وتؤكد على أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية للحفاظ على أمن واستقرار شعوب دول المنطقة، كما تشدد المملكة على أهمية احترام سيادة العراق والدول العربية والإسلامية ورفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية، مما سيساهم بشكل رئيسي في التعايش السلمي لجميع دول المنطقة. وختاماً، إن بلادي تنظر بعين التفاؤل نحو قدرة العراقيين حكومة وشعباً على تحقيق ما يصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار، مستمدين ذلك من قوة انتمائهم الوطني وما حباهم الله من ثروات طبيعية وكفاءة بشرية وموروث حضاري وإسلامي عريق،
ورسم مستقبل يتناسب مع مكانة العراق العربية والإقليمية والدولية. وستستمر المملكة بالوقوف إلى جانب العراق في مسيرته نحو مستقبل مشرق وواعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية. والآن كلمة للسيد حسين أمير عبد الدهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو رئيس الوزراء أستاذ مصطفى الكاظم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الحضور الكرام والمعالي، شكراً لكم. أود أن أعرب عن سعادتي لمشاركتي اليوم في مؤتمر دعم العراق في بغداد نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفخامة السيد الرئيس الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية. فهذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة يؤكد على مسعي وجهود جمهورية العراق في توفير مجالات التعاون والتعاطي بين دول المنطقة، وأتمنى في ظل هذه الاجتماعات أن نتوصل إلى منطقة آمرة ومتنامية وحرة. أيها الحضور الكرام، إن العراق يلعب اليوم دوراً هاماً بفعل الجهود والرؤى البناءة في المنطقة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أول دول المنطقة التي اعترفت بالعراق الجديد، وأملت من خلال دعم السياقات وعمليات السياسية في هذه البلاد على تطوير أنواع التبادل السياسي والاقتصادي والتجاري معها. إن العراق الجديد المتحرر من الإرهاب في الحال الحاضر بحاجة إلى إعادة الإعمار وتدعيم الأمور المحلية، وكذا تنمية علاقات التعاون في المنطقة. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تدعم أمن واستقلال ووحدة أراضي العراق وعزته وقدرته ورفع مكانته الإقليمية والدولية، تعلن استعدادها لتنمية أوجه التعاون الثنائي والإقليمي. لقد وصل أنواع التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق على مدى السنوات الماضية إلى أكثر من 13 مليار دولار، وتوفر 8 ممرات عبور رسمية ونشط بين البلدين، واستمرار شتى أنواع التبادل التجاري عبر هذه الممرات رغم تفشي فيروس كورونا، تعبر عن الترابط المتجذر الاقتصادي بين البلدين. وقد ساهمت إيران عبر تصدير الخدمات الفنية والهندسية والغاز والكهرباء بشكل ملحوظ وباهر في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق. أيها الحضور الكرام، إن نشوء داعش كانت من جملة أهم المخاطر التي تعرضت إليها المنطقة، مما تركت خسائر لا تعوز، ومع الأسف تضرر العراق كثيراً بفعل ظهور الجماعات الإرهابية. فإن لم تكن الإرادة الشعبية العراقية ودعم المرجعية الرشيدة وتقارب أبناء المجتمع ومختلف شرائح الشعب العراقي متاحة، لم يكن يعرف ماذا كان سيحل بالعراق
وبلدان المنطقة وإلى أي مدى تتعرض المنطقة والعالم إلى التهديدات المباشرة من قبل التيارات الإرهابية. إن جمهورية الإسلامية سارعت لمد يد العون إلى العراق الشقيق والصديق على مسار مكافحة الإرهاب، ولم تدخر جهداً في هذا السبيل، كما أن الشعب العراقي والأحزاب ومختلف الفئات والتيارات والمؤسسات العراقية وأيضاً الحكومة العراقية قدموا آلاف الشهداء على طريق الاستقلال ومكافحة الإرهاب. ورغم ذلك ارتكبت الحكومة الأمريكية جريمة كبرى باغتيال الشهيدين المكافحين لجبهة الإرهاب التكفيري، وهما الشهيدين القاهدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رحمة الله عليه. على هذا فإن الأمريكيين لا يجلب السلام والأمن للشعوب المنطقة فحسب، إنما كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني واللا أمن، حيث يمكن رؤية واستشعار هذا الموضوع في كثير من دول المنطقة بكل جلاء. وهنا أرغب أن أشدد على دور ودعم دول المنطقة لاستقرار وأمن العراق، وأخص بذكر التحقيق الأمن بمشاركة كافة الدول الجارة للعراق بما فيها الجمهورية العربية السورية الشقيقة والصديقة. أيها المشاركون الأعزاء، إن مسير وحكومات وشعوب المنطقة على ضوء الوشائج الدينية والثقافية والتقليدية والجغرافية والتاريخية المشتركة مرتبطة ببعضها البعض. فالجمهورية الإسلامية كانت ولا زالت تؤكد على تحقيق السلام دوماً عبر الحوار والتباحث الداخلي الإقليمي، وتتمنى أن تصل دول المنطقة إلى قناعة مشتركة على إن الأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين دول المنطقة بعضها بعضاً، والاعتماد على القدرات الوطنية وتعزيز الاتصالات وحسن الجوار بين بلدان المنطقة وعدم تدخل الدول الأجنبية فيها. فهذه القناعة المشتركة يمكن أن تمهد المجال للكثير من علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بالمنطقة، وأن تزمن في ظل الأمن المشترك والمستدام ومن خلال الاستعانة بالموارد الإلهية أجواء الرقي والتنمية الشاملة لبلدان المنطقة. إن المنطقة تمتلك جميع المؤشرات الدينية والثقافية والحضارية والطاقات المادية والمعنوية للتعاون والتقارب الإقليمي، ولكن مع الأسف بفعل مظاهر التدخل الأجنبي وهيمنة الأفكار المتمحور حول الأمن إلى مشاكل عديدة ومنها الحرب وعدم الاستقرار والتوتر الأمني. فما نحتاجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى هو الوصول إلى الأمن الإقليمي المستدام. الأمن الإقليمي المستدام بمشاركة دول المنطقة، إذ إن تحقيقه رهن بإنفاق الموارد الاقتصادية للوصول إلى التحالف من أجل السلام والتنمية. نحن
نعتبر التدخل الأجنبي في ترتيبات الأمنية في المنطقة غير بناءة ونؤكد على الدور المحوري لأهل المنطقة في الحوارات الإقليمية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دعمها ومساعدتها للعراق حكومة وشعبا، وكذلك ما يتعلق بقراراتها الخاصة بشأنها المحلي، ومنها خروج القوات العسكرية والأجنبية وإقامة الانتخابات المبكرة، وترحب ثانية بالدور البناء لهذه البلاد في إشاعة ثقافة الحوار وعلاقات التعاون الإقليمي، وتعتبر بأن أوجه التعاون الإقليمي فيما بين دولها هي ركيزة بناء السلام والاستقرار والاستقلال في هذا المسار، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التأكيد على الدور الهام لبلدان المنطقة أعلنت استعدادها لدفع هذه الأهداف والغايات إلى الأمام. وفي الختام، كما يسرني هاهنا من بغداد وفي بداية الحكومة الجديدة في إيران، نؤكد على أن إيران تنتهج في سياستها الخارجية في ظل حكومة الجديدة سياسة متوازنة وفاعلة وواعية، تعتمد أولوياتها على تنمية العلاقات مع جيرانها والإقليم، وتشد بدفع أيدي جيرانها. مرة ثانية أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة العراقية لاستضافة هذه المؤتمر، متمنياً كل النجاح والرفعة للحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً إلى السيد حسين أمير وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الآن الكلمة إلى معالي أمين عام الأستاذ أحمد أبو الغير، أمين عام الجامعة الدول العربية. دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إنه لمن دواعي السرور أن نجتمع اليوم هنا في بغداد في مؤتمر إقليمي هو الأول من نوعه منذ سنوات لدعم العراق، الذي نتقدم إليه بكل الشكر على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس مكانة هذا البلد وثقله ودوره المهم في الإقليم. إن العراق الذي يحتفل هذه الأيام بمرور 100 عام على تأسيس دولته الحديثة، عانى كثيراً عبر العقود الماضية، ودفع أثماناً باهظة لمغامرات وصراعات عطلت انطلاقته وأبطأت مسيرته. فالإمكانيات العراقية في المورد البشري والمادي على حد سواء ضخمة، والتاريخ والحاضر شاهدان على ما يمكن أن يحققه الشعب العراقي إن توفرت له ظروف مواتية. واليوم نحن نرى العراق وهو يسعى إلى صناعة هذه الظروف بإرادة جديدة وعزم لا تخطئه عين. لقد خاض العراق حرباً شريفة ضد الإرهاب الأسود منذ 2014، كابد خلالها تضحيات هائلة وتكبد كلفة تفوق الوصف في نقل الأنفس والأموال، ولكنه صمد رافعاً راية المدنية في مواجهة البربرية، وخاض المعركة دفاعاً عن قيم الحضارة والإنسانية في كل مكان وليس في العراق وحده. ونحن اليوم جميعاً نجتمع هنا في مدينة السلام لنقول للعراق أنه لا يقف في هذه المعركة وحيداً، وأن الدماء التي نزفها هي دماء غالية علينا جميعاً، وأن شعبه يستحق أن ينعم بالسلام والاستقرار والأمن، وأن يجني ثمار التنمية والرخاء بعد طول معاناة.
إن مساندة العراق ودعمه في هذا النضال هو واجب علينا وحق لشعبه، ولا أظن أن ثمة خلاف على أن حالة التوتر الإقليمي والاستقطاب قد أضرت بالعراق وحرمته من الاستفادة من إمكانياته وأدخلته لسنوات طويلة في دوامة من المعضلات الأمنية والسياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. إن العراق الحالي يسعى إلى بناء علاقة جديدة مع الإقليم على أساس من المنفعة المتبادلة والاحترام والتعاون، وهو توجه محمود انعكس إيجابياً على مجمل العلاقات في الإقليم، وأسهم في طرق أبواب للحوار بين الأطراف، وفتح مجالات للتعاون الاقتصادي بينهم، ولا شك أن اجتماعنا اليوم يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق. إن ما نريده جميعاً ولا أظن أن أحداً يختلف في ذلك هو عراق لا يكون ساحة للصراع بقدر ما يمثل جسراً للتواصل، عراق لا يغدو حلبة للتناطح وإنما فضاء للتصالح. لدينا بالجامعة العربية اقتناع راسخ بأن دول هذا الإقليم بما لها من رصيد حضاري وخبرات تاريخية ممتدة ووشائك ووطيدة بين شعوبها، بإمكانها إدارة علاقات مثمرة بمنطق المنفعة للجميع وليس المعادلة الصفرية. إن تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين، فالاضطراب والتوتر يخصم من الجميع ولا يضيف لأي طرف. إن أحداً لا يتوقع أن تتفق كافة الدول في هذا الإقليم على كل شيء وفي كل شيء، فلكل دولة مصالح ومنطلقات لتحقيق هذه المصالح، غير أن المطلوب والمرغوب هو الاتفاق على الأسس والمبادئ، فالأسس السليمة هي التي تصنع جيرة جيدة، والعلاقات بين الدول إن لم تتأسس على مفاهيم مشتركة أساسية تصير عرضة لسوء الفهم وسوء التقدير وصولاً إلى الخلاف والنزاع. وأقول بكل صراحة إن الدول العربية موقفها واضح من الأسس المطلوبة لعلاقات صحية ومثمرة في هذا الإقليم، وهو موقف عبرت عنه هذه الدول مراراً بصور شتى، كما تبنته المنظمة الإقليمية التي أتشرف بتولي أمانتها العامة والتي تعبر عن الموقف العربي في شموله. وأتحدث هنا عن ثلاثة أسس جوهرية: أولها احترام السيادة والامتناع قولاً وفعلاً شعاراً وممارسة عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول باعتبار ذلك واحداً من المبادئ المؤسسة للعلاقات الدولية الحديثة، وثانيها مركزية الدولة الوطنية في العلاقة الإقليمية، فالدول العربية وغير العربية في الشرق الأوسط تضم داخلها مكونات سكانية مختلفة في الدين والمذهب والعرق، وطالما كان هذا التنوع الخلاق مصدراً لثراء هذه المنطقة، غير أن هذا التنوع ذاته قد يتحول وكما دلت التجربة إلى مصدر للفتن وإثارة النعرات وتمزيق النسيج الوطني الجامع. لقد آن الأوان أن تمحى كلمة الطائفية من قاموس هذا الإقليم وأن يبقى الدين لله وحده، بينما العلاقات السياسية تديرها دولة وطنية تتمتع بالسيادة الكاملة وتتعامل مع بعضها البعض على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون وحسن الجوار. أما الأساس الثالث والأخير الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقات الإقليمية فهو مكافحة الإرهاب، وأتحدث هنا بوضوح ليس فقط عن الجماعات التي تمارس الإرهاب وإنما أيضاً عمن يقدمون الغطاء السياسي والتبرير الإخلاقي لمن يمارسون هذا الإرهاب. إن انتصارنا على الإرهاب رهن بألا يجد ملجأ في أي مكان بين ظهرانينا، وأن تحاربه دولنا بشتى صوره وأشكاله، وأيا كان لونه السياسي أو الراية التي يتخفى وراءها. وأخيرا أقول أن هذا الإقليم يواجه تحديات مشتركة، ويمكن أن تحقق دوله الكثير إن هي توافقت على هذه الأسس التي تشكل في واقع الأمر أساسا للعلاقات المستقرة بين الدول في أي منظومة إقليمية في أي مكان في العالم.
إن العالم العربي طالما تطلع بحسن نية إلى علاقات جوار طيبة مع كافة الأطراف الإقليمية، وللجامعة العربية في ذلك مبادرات ومحاولات في السابق، واليوم فقد جمعتنا محبة العراق، ولا أحد منا يختلف على العراق، فجميعنا يريد أن يرى عراقاً مزدهراً ومستقراً، سيادته مصونة وراياته مرفوعاً. شكراً دولة الرئيس. شكراً للسيد الأمين العام لدول الجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيث. والآن الكلمة إلى معالي الدكتور يوسف بن أحمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف باسم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأن أخاطب جمعكم الموقر في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون والشراكة في المجالات كافة. ومن دواعي سروري أيضاً أن تشارك المنظمة في هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد بحضور إقليمي ودولي يؤكد على مكانة العراق في منظومة الأمن الإقليمي، وعلى الحاجة الماسة لدعم الشعب والدولة ليطلع هذا البلد العريق وشعبه الكريم بالدور المسؤول في التنمية والشراكة والتعاون والأمن الجماعي ودحر الإرهاب والتطرف الذي هو سرطان العصر وكورونا العصر باسم الإسلام والإسلام المعتدل من ذلك براء. إن هذه المبادرة من جمهورية العراق تأتي في وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم والمساندة ليتجاوز التحديات التي يواجهها، وأنني إذ أثمن المكانة الخاصة التي تحظى بها جمهورية العراق داخل منظمة التعاون الإسلامي ودورها الريادي في العمل الإسلامي المشترك، والحاجة للتعاون والشراكة مع الجميع، وإذ أشيد أيضاً بالعلاقات المميزة بين الأمانة العامة للمنظمة وجمهورية العراق، فإنني أود التأكيد أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها مثل ما عهدتموها تبارك كل الجهود والمساعي الخيرة لدعم وحدة العراق وسلامة أراضيه واستتباب أمنه واستقراره وإعادة الإعمار ليواصل دوره الريادي في العالم العربي والإسلامي، وبالتشارك الإيجابي والتعاون لما فيه خير الأمة والعالم. وتشجع المملكة العربية السعودية وقيادتها باعتبارها رئيس القمة الإسلامية جهود الشراكة والمشاركة مع العراق كافة، سياسياً واقتصادياً وإعماراً وتنمية واستقراراً وحواراً مع الجميع. أصحاب الجلالة والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، منذ 2014 مر العراق وشعبه بأحداث جسام بعد أن دنس الإرهاب الظلامي لتنظيم داعش أرض العراق الطاهرة، حيث دمر المدن وقتل وهجر أهلها وانتهك الحرمات باسم الإسلام والإسلام من كل ذلك براء. الآن والحمد لله تمكن العراق بفضل عزيمة شعبه ووحدته واستبسال قواته المسلحة ودعم القوى الخيرة في العالم من تجاوز كثير من التحديات، ويتطلع بثقة إلى المستقبل وإعادة الإعمار ودحر قوة الإرهاب والتطرف والتشارك والتعاون مع الآخرين في القضايا التي يشترك فيها مع المجتمع الدولي المتحضر. إن العراق اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة إعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية في كامل أراضيه، مما يتطلب دعماً إقليمياً ودولياً جاداً وإسهاماً صادقاً من المجتمع الدولي ومؤازرته دون التدخل في شؤونه وخياراته الداخلية. ذلك أن استقرار العراق
وازدهاره يصبان في مصلحة الجميع، وندعو دول المنطقة والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة وشركاء العراق والمؤسسات الدولية دعم العراق في جهوده من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في إطار احترام سيادته على أرضه وشعبه، والاستجابة الجادة لدعوته الصادقة للتعاون والشراكة في المجالات كافة. وإننا لعلى ثقة أن العراق بفضل ما يتمتع به من قدرات بشرية وإمكانات اقتصادية سيواصل إسهامه في تعزيز أسس الاستقرار والتعاون في محيطه والعالم، وإحباط محاولة الإرهابيين النيل من مقدراته. وسيكون العراق كما كان شريكاً فاعلاً لما فيه خير البشرية جمعاء، تنميةً واستقراراً ورفاه. الختام، آمل أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة لما فيه خير العراق وشعبه والعالم فضلاً عن الجوار. حمى الله العراق وشعبه وأعاد مجد عاصمة الرشيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لمعالي الدكتور يوسف بن أحمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. والآن الكلمة لمعالي السيد سهيد بن محمد وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أنقل إليكم من أرض السلام والتسامح دولة الإمارات العربية المتحدة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وتمنياتهم الصادقة لهذا المؤتمر المهم بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المرجوة لمصلحة العراق الشقيق وشعبه والمنطقة وشعوبها. اسمحوا لي بداية أن أشكر الأشقاء في العراق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو أمر ليس غريباً على العراق وشعبه الكريم وقيمه وأخلاقه الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. إن هذا المؤتمر وما ينطوي عليه من دلالات مهمة من حيث المضمون والتوقيت والأهداف هو خطوة مهمة ومؤشر أساسي على طريق عودة العراق إلى دوره الطبيعي المأمول في محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما يثلج صدورنا جميعاً ويبعث إلى السعادة والتفاؤل. ولا شك في أن الحضور الإقليمي والدولي الكبير والرفيع إنما يعبر عن اهتمام المنطقة والعالم كله بدعم العراق والوقوف إلى جانبه خلال هذه المرحلة التاريخية المفصلية التي يمر بها، ويعمل من خلالها على الانطلاق نحو الأمام بروح جديدة لمصلحة شعبه وتعزيز شراكاته السياسية والاقتصادية مع دول الإقليم ومختلف دول العالم. كما أن المؤتمر مبادرة شجاعة تستجيب لحاجة المنطقة إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة في مواجهة التحديات المشتركة، وفي ظل ما تواجهه من مشاكل وأزمات كثيرة ومعقدة، وتلتقي مع رغبة الشعوب في التنمية والرخاء والاستقرار، وتؤسس لعهد جديد من التعاون الإقليمي الذي يقوم فيه العراق الشقيق بدور محوري مع أشقائه وأصدقائه في المنطقة والعالم. إن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت على الدوام منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه
هو دعم العراق والوقوف إلى جانبه في كل خطواته لما فيه مصلحة شعبه وتطلعاته إلى التنمية والرخاء ومواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها. ومن منطلق إيماني القيادة في دولة الإمارات الراسخ بأن العراق المستقر والقوي والموحد والفاعل في محيطه هو تعزيز لأركان السلام الإقليمي والعالمي، نظراً لما له من أهمية استراتيجية كبيرة وما يمتلكه من قدرات مادية وبشرية متميزة وما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية للعالم أجمع. إن دولة الإمارات العربية المتحدة على الدوام تؤمن بأهمية التعاون والعلاقات الإيجابية والشراكات التنموية بين الدول وحل المشكلات والنزاعات بالطرق السلمية، وأن هذا هو الطريق نحو المستقبل الأفضل الذي تنتظره شعوب الشرق الأوسط وتتطلع إليه. ومن هذا المنطلق فإن دولة الإمارات تنظر إلى هذا المؤتمر باهتمام كبير وتضع عليه آمالاً عريضة، لأنه يجسد إرادة التعاون والسلام والوفاق التي تحتاجها منطقتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى. إن دولة الإمارات بما لها من سجل حافل في العمل من أجل السلام والتعايش والوفاق على الساحتين الإقليمية والدولية لن تدخر جهداً في التعاون مع أشقائها وأصدقائها وشركائها خلال الفترة المقبلة لدعم العراق وتحويل نتائج هذا المؤتمر إلى برامج وسياسات تعود بالخير على المنطقة برمتها. مرة أخرى أجدد الشكر للأشقاء في العراق لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً لمعالي السيد سهيل بن محمد وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة. والآن الكلمة لمعالي الأمين نايف فلاح مبارك أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، الأخوات والأخوة، الحضور الكريم، يطيب لي بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية العراق للدعوة لهذا المؤتمر، والشكر موصول لكافة القائمين على الإعداد المؤتمر على حسن الاستقبال والتنظيم. يأتي هذا المؤتمر في وقت دقيق من تاريخ المنطقة، وهي تسعى لاستعادة السلام والأمن والاستقرار وتعزيز البناء والتنمية بما يلبي تطلعات شعوبها بالرخاء والازدهار بعد فترة عصيبة واجهت فيها دول المنطقة كبقية دول العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة تمثلت في جائحة كورونا والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى المواجهة المستمرة مع الإرهاب والسعي لتجفيف منابعه، حيث شكلت تلك التحديات جملة من المتغيرات التي فرضت نفسها على قائمة أولويات الدول جماعات وفرادة للتمكن من التصدي لها بفاعلية وشمولية. وإن كانت دول مجلس التعاون قد تعاملت مع تلك المتغيرات بمسؤولية، فإنها في الوقت نفسه قد حافظت على جملة من الثوابت وأولتها الاهتمام الكامل والعناية اللازمة. وتأتي علاقة دول مجلس التعاون مع جمهورية العراق من ضمن تلك الثوابت التي نسعى من خلالها لبناء شراكة استراتيجية وثيقة في كافة المجالات، انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون والعراق من علاقات راسخة مرتكزة على الجوار الجغرافي والدين واللغة، وتعززها وشائج القربة والتاريخ المشترك، وتدفعها الأهداف المشتركة لبناء المستقبل وتعزيز التنمية والسلم الجماعي. وانطلاقاً من تلك الثوابت وجه قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم في الدورة 38 للمجلس الأعلى التي عقدت في دولة الكويت
في 5 ديسمبر من عام 2017 بالتحضير لحوار استراتيجي شامل لتطوير علاقات مجلس التعاون مع جمهورية العراق في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، كما وجهوا حفظهم الله ورعاهم في الدورة 39 للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض في 9 ديسمبر 2018 بإعطاء أولوية خاصة لهذا الحوار الاستراتيجي كاستجابة لمتطلبات المستقبل وتعزيزاً للعمل المشترك. وفي قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي عقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021، وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وبناء عليه عقدت عدة اجتماعات في مقر الأمانة العامة في الرياض وفي بغداد لتحديد ملامح هذه الشراكة الاستراتيجية، وتم التوقيع في 24 أبريل 2019 على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمهورية العراق، كما تم الاتفاق على خطة العمل المشتركة للفترة 2019-2024 في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وتم تأسيس لجنة مشتركة من كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة العمل، كما عقدت اجتماعات لفريق التعاون الثقافي وفريق المختصين في المواصفات والمقاييس. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء في جنوب العراق بشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، وتم حشد الموارد المادية اللازمة لذلك، وأصبح المشروع على وشك التنفيذ بعد استكمال النواحي الفنية ومراجعة الاتفاقية بشكلها النهائي. كما يتم التحضير والإعداد لمؤتمر الاستثمار والأعمال الخليجي العراقي بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الخليجية، والذي كان مقرراً إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2021، إلا أن اتحاد الغرف التجارية طلب تأجيله إلى الربع الأول من العام القادم 2022 إن شاء الله. وخلال الفترة من 12 إلى 14 من فبراير 2018 عقد في دولة الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، أعلن فيه عن تعهدات بلغت نحو 30 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار قدمتها دول مجلس التعاون. ونؤكد في هذا المقام على ضرورة إحياء ومتابعة مخرجات مؤتمر الكويت وتنفيذ التعهدات التي قدمها المجتمع الدولي في ذلك المؤتمر لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتعزيز البنية التحتية والقطاعات الرئيسية للاقتصاد العراقي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لعل من أهم القضايا التي تشغل عالمنا اليوم ظاهرة التطرف والإرهاب التي تفرض علينا مواصلة العمل وتبادل وجهات النظر بشأنها من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والعراق، وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة العابرة للحدود والتصدي لفكرها المتطرف، انطلاقاً من مواقفنا المشتركة في نبذ كافة أشكال الإرهاب وصوره أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتأكيد على أن التسامح والتعايش من أهم المبادئ والقيم التي تبنى عليها العلاقات بين الدول والشعوب. إن ما نقوم به من جهود لتعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والعراق في جميع المجالات لهو تعبير عن الثوابت والقناعة الراسخة بأن هذه الشراكة ستعود بالخير والمنفعة على دولنا ومنطقتنا والعالم أجمع، وهو تأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه، وتعزيز سيادة الدولة وأنفاذ القانون على كامل ترابه الوطني، ودعم العملية الدستورية، وتعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية والرخاء لشعبه الشقيق. فليكن مؤتمر بغداد اليوم بكل ما ترمز إليه بغداد من حضارة وتاريخ، وبكل ما ساهمت به هذه المدينة العريقة
من إرث بشري عبر الزمن. أقول ليكن مؤتمر اليوم رسالة للشباب وجيل القد وقادة المستقبل، يلاقي آمالهم ويلبي طموحاتهم ويمكنهم من تحقيق تطلعاتهم، لتنطلق عجلة التنمية والبناء ودعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعايش السلمي واستمرار المساهمة في المسيرة البشرية نحو قد مشرق ومستقبل واعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعالي الأمين نايف الأخ مبارك أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي. أشكر جميع الأخوان، أشكر جميع السادة الحضور، أشكر رؤساء الدول، أميرة قطر، جلالة الملك عبد الله الرئيس السيسي وممثلي الدول لحضورهم هذا الاجتماع. والآن ننتقل إلى الجلسة المغلقة. فضل من جميع الضيوف السادة السفراء الحاضرين، أشكر مجيئهم وأتمنى لهم كل التوفيق.